هذا واحد تعرف على واحدة في الانترنت وصار يكلمها باستمرار ويسولف معها كل يوم بالساعات، وأعجب فيها وفي اسلوبها وفي كلامها وصار مرتاح لها كثير، إلين قلبه صار يميل لهالبنت وحبها واستمر معها كم شهر على هالموال بدون ما يشوفها. وفي يوم من الأيام قال لها أبغى أشوفك في مكان عام من بعيد عشان كان يحبها مرة وما قد شافها ولا مرة. ووافقت البنت وقالت له أوكي ما عندك مشكلة، واتفقوا على أنهم يتقابلون في الحديقة اللي قريبة من بيتها، وقالت له راح أكون ماسكة وردة حمرة في يدي عشان تعرفني وتميزني بين الناس، وقالت له إذا شفتني وما عجبتك لا تكلمني أو تيجي عندي وتقول أنا فلان، وكذا نكون انتهينا حلوين حلوين. وجاء اليوم اللي راح يتقابلون فيه، وراح الولد للحديقة وقاعد يتلفت في الحديقة يدور مين، يدور البنت اللي ماسكة الوردة بيدها عشان يشوفها ويتأمل في جمالها، ولقى واحدة ماسكة الوردة الحمراء ولكن كانت شينة وما هي حلوة مرة، وتحطم الولد وتحسف إنه حبها وعشقها وكان يبغاها. قال معقولة هذه اللي أنا كنت أبغاها وأبغى أتزوجها؟ وراح ووقف ورا شجرة كذا وقعد حزين وكئيب وتحسف على كل شيء سواه معها وإنه حبها بعد، وقعد يتذكر اللحظات اللي عاشها معها وكلامهم وحبهم لبعض. فكر في الموضوع وراح لها وقال لها أنا اللي أحبك، وكان ردها أنا مو بالبنت اللي أنت تحبها، البنت اللي أنت تحبها شفها هناك موجودة، شافها واقفة بجمالها مرتزة جمالها يشق الأرض شق. راح لها وأول ما وصل عندها قالت له أنا اللي طلبت منها تمسك الوردة، وهذا كان اختبار لمدى حبك لي، وأن الحب ما هو أبدا بجمال المظهر،